يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في العذاب الأليم من الآيات وما ورد في صفته، هل هو خاص بمن كفر بالله أو أشرك معه غيره، أم يدخل في ذلك عصاة المؤمنين؟ وهل هناك فرق بين عذاب الكافر وبين عذاب العاصي المؤمن؟ نعم، عذاب الله جل وعلا هو هو، ولكنه يخلد فيه الكافر ولا يخلد فيه المؤمن، إذا دخل لا يخلد فيه، ما يعذب بقدر ذنوبه ويخرج من النار، أما الكافر فإنه يخلد في العذاب والعياذ بالله. نعم.